مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الاربعاء 9 اذار عام 2022. الحقيقه اليوم اعضاء مجلس الشعب، ممثلي الشعب يلي انتخبون الشعب، مشغولين من اشهر لحتى يشوفوا كيف بده يعاقبوا الشعب نفسه اذا فتح تمه بكلمه وعبر عن هالمعاناه الكبيره يلي عم نعانيها، وعبر عن الاوضاع الكارثيه والوضع الشاذ وغير المسبوق يمكن في تاريخ البشريه يلي موجود اليوم في سوريا. كيف انه والله اذا واحد حكى كلمة على الفيسبوك بيضعف من هيبة الدولة، وكيف اذا انتقد مسؤول بيضعف من قيمة الليرة، وكيف اذا حكى عن قضية فساد بيضعف من اقتصاد البلد. ما ظل قدامهم غير يكمموا هالأفواه يلي حقيقة كلامها لا بيقدم ولا بيأخر، لان اسباب الحقيقية اللي وصلتنا لهون علي مسؤولين لا يمكن محاسبتهم، لا يمكن محاسبة مثلا يلي شمع الخيط وهرب من بداية الأحداث وسلم المناطق اللي فيها النفط والغاز في شمال شرق سوريا إلى بين قوسين الإرهابيين ومن يدعمون من الإرهابيين. ما بيحكوا عن الشخص يلي استقدم كل هالجيوش والميليشيات الروسية والإيرانية وخلافه، يعني هو طبعا تقاعس في الدفاع لحتى دخلوا القوات العدوة بين قوسين أمريكا وحلفائها، واستقدم باقي قوات العالم لحتى يكونوا في وجه الأمريكان، لأنه هو ما هو قادر يدافع في وجه الأمريكان، وبالتالي صارت كل جيوش العالم عنه مسيطرة على كل الموارد والأراضي الموجودة في سوريا. ما بيحسنوا يحاسبوا الشخص يلي ما عنده القدرة أصلا على يعني يوقف أو يحط حد عم يسرحوا ويمرحوا بسماء سوريا ويقصفوا ويدمروا بأراضينا. هدون ما بيضعفوا هيبة الدولة، وهدون مو هن السبب بأنه وصلنا بالأمور المالية نحن والوضع المعيشي الكارثي لهون، لا، الناس اللي عم تحكي على الفيسبوك. هلا زيادة على الموضوع، بمناسبة يعني هيبة الدولة، تحولت بقى سوريا إلى يعني خلينا نقول مستعمرة روسية بكل معنى الكلمة. المناطق يلي تخضع للنظام، ما بيكفي أنه انتشرت صور بوتين في كل الشوارع ويعني كأنه مؤسس الدولة السورية. لا، شفنا أنه النظام لسه قادر أنه يدفع بهالرعية، يدفع بهالشعب المغلوب على أمره لحتى ينزل للشوارع ويغني ويدبك ويرفع أعلام، ولكن هذه المرة أعلام روسية ويحمل صور بوتين. طبعا في صور الرئيس وفي يعني بعض الشعارات، ولكن يمكن مع الوقت بصير من النادر نشوف صور الرئيس. مثل اليوم إذا بدنا نروح على السيدة زينب أو الست زينب في دمشق، يعني من بين 20 صورة مثلا لخامنئي ولرموز المقاومة المرتبطة بإيران قاسمي وشلته، ممكن نشوف صورة يعني وحيدة على جنب للرئيس الأسد. وهذا الشيء عم يتطور بباقي المناطق لحتى يعني يغطي بوتين وأبطال الحرب الروسية على أوكرانيا على ما تبقى من الوجود، يعني وجود الرئيس السوري بشار الأسد يلي كان هو الرئيس الأوحد. اليوم ما شاء الله صار في عنا عدة زعماء ممكن نفتخر فيهم نحن الشعب السوري. فمنشوف أنه التجمعات والحشود اجتمعت بحمص وبحماة وبدمشق، فتيات وشبان رقصوا وتمايلوا ورفعوا الأعلام الروسية، وحتى كتبوا أحرف الزد أو حرف الزد اللي يرمز إلى العملية العسكرية الروسية على وجوههم. ما بعرف نحن شو قلنا مصلحة، ويعني الحقيقة كم هذا الموضوع مهين ومزل أنه نحن نشوف فتياتنا وشباننا رافعين الأعلام الروسية وعم يتمايلوا وحاطين إشارة زد على وجوههم، يلي هي اليوم بكل العالم أصبحت هذه الإشارة تعبر عن همجية الرئيس الروسي بوتين ويعني الأعمال الوحشية اللي عم يقوم فيها بأوكرانيا. بهالمناسبة بدي نوه، لأن في أكثر من تعليق أجاني وخاصة يعني من القسم المنحاز للنظام ولموسكو بأنه أنت ما بتشوف الولايات المتحدة الأمريكية. كلامنا وقت نحن نحكي عن روسيا وعمليتها العسكرية لا يعني أنه نحن مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن دائما وأبدا نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي أساس المشكلة في سوريا وأساس كل الشرور التي يعني هي موجودة في الشرق وفي سوريا وفي الشرق الأوسط.
هذا موضوع ما عليه خلاف، ولكن هذا ما بيمنع أنه ننتقد روسيا وقت تقوم بأفعال إجرامية، وقت تجردنا من سيادتنا، وقت تجبرنا نحن ننزل على الساحات وندبك ونرقص ونرفع الأعلام الروسية. الحقيقة هي تزيد يعني اليوم في ممارساتها عما يرتكبه الأمريكان. على قليل الأمريكان أذكياء، يعني بيحرصوا أنه ما يقوموا بأفعال تؤلب الشعوب عليهم وتصبح يعني أمريكا عدوة. يعني بنشوف نحن في البيئة السورية أماكن تواجد القوات الأمريكية ما جبروا حدا يرفع صور الرئيس الأمريكي ويرفعوا الأعلام الأمريكية، يعني هذا الموضوع ما بيهمهم. بينما الأنظمة الدكتاتورية الشمولية يلي رؤساء مصابين بداء العظمة ما بصير بلا هذا الشيء. يعني بوتين رغم كل شيء عم بيصير، وأنا متأكد أنه هذا الموضوع يعني هو على هواه وعاجبه، مثل ما كان يعجب رئيسنا، يعني مبسوط كتير أنه كيف صوره هي ترفع في شوارع دمشق، بغض النظر أنه قديش هذا الموضوع بدي أثر علينا أو عليه. فإذا هذا الشعب المسكين الجائع يلي فيه تقرير صدر عن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بيان صادر مؤخرا ومنشور في الموقع بيوصف حالة الشعب السوري اللي عبير قص اليوم بالساحات تأييدا لبوتين. في طبعا عدة حقائق ممكن أنتوا تقروها، رح أحط لكم الرابط. بيقول أنه نزح أكثر من نصف السكان ما قبل الحرب، ويعيش أكثر من 90% منهم في حالة فقر الآن، ولكن ما في مانع يدبكوا لبوتين ولروسيا، هذا موضوع يعني. ويتكلم عن العنف ويعني الأخطار المتعددة التي يعني تواجه الشعب السوري في كل مكان ومن كل الأنواع. وبيورد التقرير بأنه الحياة اليوم للنساء والرجال والأطفال السوريين صارت أكثر صعوبة وخطورة من أي وقت مضى، حيث يعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج عدد غير مسبوق من السكان وهو 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية. تتفاقم الحالة الاقتصادية التي تدعي إلى اليأس بشكل متزايد بسبب الانتهاكات المرتكبة لتحقيق مكاسب نقدية. هذا ما في يعني نيل من هيبة الدولة، وتصير في عمليات اختطاف، بتصير الشغل الشاغل هو اختطاف الناس والصلبطة على الناس وبيع ممتلكاتها بالمزادات مثل ما ورد بالتقرير، وتشليح الناس بكل يعني الأشكال وبكل الطرق الممكنة. هذا ما في اعتداء على هيبة الدولة. الكلمة على الفيسبوك أو الجملة أو المنشور هو يلي يؤثر على سوريا ويضعف سوريا، أما مثل هذه الارتكابات ما في مشكلة بتمشي يعني. ويشمل ذلك أخذ الرهائن طلبا للفدية والابتزاز والحجز على الممتلكات لمصادرتها أو لحصاد المحاصيل وبيعها إلى آخره. طبعا والنظام يدفع ليس فقط باتجاه إظهار الولاء لبوتين، ولكن أيضا لتأييد العملية العسكرية أو الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا الموضوع بالنهاية في له عواقب، هذه العواقب ستكون في زيادة يعني فرض العقوبات على النظام السوري، في تصعيب الأمور، في مثل ما شفنا السفارة الأمريكية مرة تانية أطلقت شهر المحاسبة يلي في خلال هذا الشهر في خطوات تصعيدية يوم بعد يوم. بالنهاية هذه الخطوات التصعيدية، هذه العقوبات ستنعكس على الشعب. أنا بعرف هذا الموضوع وكلنا نعرف النظام السوري لديه من المؤونة والوسائل والقوة بحيث يمكن أن يعصر السوريين حتى آخر قطرة لحتى يحافظ على حياته المرفهة الرغيدة اللي عم يعيشها في القصور اليوم. الموضوع ما رح يأثر على النظام على الأطلاق، ولكن رح يأثر على الشعب بالنهاية. والنظام الحقيقة مثل ما شفنا بآخر أشهر عجبته هاللعبة لحتى يربط هذه المعاناة، هذا الجوع. كل ما ظهر الجوع أكثر، كل ما ظهر المعاناة أكثر، هو بيروح بيصوره بنفسه وبيظهره على شاشات التلفزيون وبيحوله لورقة لحتى يلعب فيها أنه هالشعب عم يموت من جوعه، هالشعب عم بيعاني جرى العقوبات الأمريكية. المهم هذا الصراع بيروحوا فيه أكثر مرة حكينا السوريين تحت الإجرين. إذا بدنا نراجع يعني الحملة شهر المحاسبة، بنشوف الولايات المتحدة على الأقل إعلاميا، نحن ما بنعرف إذا كانت جادة، وأنا أشك أنه إذا كانت هي جادة في يعني إنجاز تغيير حقيقي في مصلحة السوريين، أنا لا أثق بتصريحات الولايات المتحدة. ويعني أنا وأنتم بنعرف أنه هي ما بتصرف غير لخدمة مصالحها، وربما التضييق على الأسد ويعني إجباره على تقديم مزيد من التنازلات هذا ما يحقق المصلحة وليس تغيير نظام الأسد. ولكن بنشوف على موقع السفارة عدة منشورات بالأيام
الماضية مثل المنشور المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان، أمور ضرورية لضمان سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا. تؤثر انتهاكات نظام الأسد ولا سيما حملة الاعتقال التعسفي والتعذيب على كل عائلة سورية. ومنشوف أنه هدون يعني منشورين مثل المنشورات أو العبارات تحت وسم شهر المحاسبة، أيضا تحت وسم شهر المحاسبة السفارة السورية في سوريا بتقول أنه زار نائب مساعد وزير الخارجية أنقرة في 7 آذار لإجراء مشاورات مع وزير الخارجية التركية. تشترك الولايات المتحدة وتركيا، طبعا تركيا راح تنحاز للولايات المتحدة، في الالتزام بتوسيع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه. فإذا الدائرة عم تتوسع، ما ظلت الولايات المتحدة، بتنضم إلى تركيا بكرة. يعني الولايات المتحدة علاقاتها واسعة وحلفاء أكثر في المنطقة، راح تحاول تجرهم كلهم لحتى ينحوا ذات المنحة يلي عم نشوفه، وهو تضييق الخناق على النظام السوري مرة تانية، اللي راح ينعكس بشكل سلبي على الشعب السوري، والشعب السوري بدوره لا يستطيع أن يرفض وسيساق إلى الساحات ليحتفل بالإجراءات التي تسببت في زيادة معاناته، ويرفع صور الأشخاص المسؤولين عن معاناته بشكل أساسي وزيادة هذه المعاناة يوم بعد يوم. طبعا أمام هذا الواقع كثير من أذرع النظام يلي ما عم يسميه مؤسسات، الحقيقة هي أذرع، مجلس الشعب ذراع، الحكومة ذراع، شو بدها تعمل؟ بدها تتسلى بها الناس. ما مرة تانية بنرجع عودة على ذي بدء، ما ضل قدامه غير قانون هذا الجرائم الإلكترونية يلي هو شاغل كل وقتهم حاليا، ويلي إذا بدنا نحكي باختصار عن التعديلات يلي كشفت عنا اليوم صحيفة الوطن، بتقول إنه اللجنة المشتركة اللي بتدرس القانون إنه اليوم أضافت مادة تتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية، يعني هي جديدة، يعني كان في هيبة الدولة على مكانة الدولة المالية، لأن انهيار الليرة، غلاء الأسعار، التضخم من وراء الكلام على الفيسبوك، من وراء هالناس يلي يعني ما عندهم مسؤولية. واحد غلية الأسعار ضروري يكتب غلية الأسعار، واحد انقطعت الكهرباء عنده 3-4 أيام ما أجد غير 5 دقائق ما بيصير يكتب، لأن هذا يضعف من الدولة، يضعف من اقتصاد الدولة، يضعف من مالية الدولة. فشددوا عليه العقوبة، وتتضمن العقوبة السجن المؤقت من 4 سنوات وحتى 15 سنة، وبغرامة مالية، وهي مهمة كتير، بدي بلشوا يلموا من العالم، من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية لكل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو نشر على الشبكة هون بقى أخبارا تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية. يعني أي شيء يمكن يفسر في هذا السياق، إذا حكيتوا بكرة على الزيت النباتي ممكن تتحاكموا وفق هذه التهمة أو وفق هذا البند، ومو بس بتكون تدفعوا حق الزيت النباتي، بتكون تدفعوا غرامات من 5 إلى 10 ملايين وتندكوا بالسجن لمدة 5 سنوات. وأيضا بشرتنا صحيفة الوطن بأنه اللجنة حافظت على نص المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة، لأن تعرفوا دولة سوريا اليوم لا يمكن أن تمس هيبتها، يعني الواقع واضح وشرحناه قبل شوي، مع تعديل الغرامة المالية لتصل إلى 5 ملايين ليرة سوري، وفرض عقوبة بالسجن المؤقت من 3 إلى 5 سنوات. فإذا هذا الشيء اللي مشغولين فيه ممثلي الشعب يلي انتخبهم الشعب لحتى يعاقبوا الشعب بفرض عقوبات إضافية على الكلام، على الأنين، على الصراخ من الألم، من المعاناة. وهكذا نشوف أنه صرنا نحن في دائرة جهنمية ما بنعرف لوين، لأي قاع بدها توصل. طبعا وهيبة الدولة لا تتصل فقط، يعني اللي غير قادر النظام وأذرعته من مجلس الشعب والوزارة والوزراء، هيبة الدولة ليس فقط على الجانب العسكري أو الجانب السياسي، أيضا على الجانب الاقتصادي. يعني رغم كل التصريحات ويعني البيانات والكلام اليومي حول ضبط الأسعار ومحاسبة المحتكرين والفاسدين، ولكن نحن بنشوف أنه الدولة عاجزة تماما، وكل مواطن سوري اليوم أصبح يدرك تماما بأن الدولة عاجزة على أن يعني إذا كانت الإرادة موجودة أصلا، لأن نحن هون الدولة عم نحكي عن دولة، عن مافيا تحكم دولة، وهذه المافيا تتحكم بمؤسسات الدولة بين قوسين أو الأذرع يعني مثل ما سميناها، وكل الرجال الأعمال الكبار الحيتان مرتبطين فيها بشكل أو بآخر. يعني تقييد
أي يعني حركة تاجر أو نشاط تاجر من التجار الكبار يلي هن متحكمين بالسوق هو نقص في موارد النظام نفسه. فهذا الموضوع يعني احنا ما بدنا نضحك على حالنا ودائما نعيد ونزيد. هن طبعا بيحرضوا بالإعلام على هالموضوع، بيقول لك محاسبة الفساد والفاسدين وبيخلوا هالناس تحكي. وأحيانا مثل ما كنا نشوف يعني قبل سنة أو سنة ونص قبل الانتخابات بيروحوا على هالتجار الصغار على أصحاب البسطات، ولكن الحيتان الكبار هن في مأمن وهن لا يمكن أن يتم يعني حتى الإشارة لهم أو أنه يطالن أي عقوبة من العقوبات، ممنوع منعا تاما، لأن هذا راح يقلص من موارد النظام بشكل مباشر، وهذا خط أحمر شديد القتامة، لسه أحمر أكثر من الخطوط الحمر يلي بتنال من هيبة الدولة على مستوى أن واحد يطال أو يعني ينتقد الرئيس أو المسؤولين من الصف الأول أو الجيش إلى آخره. فإذا عز النظام وأزرعته على الحفاظ على هيبة الدولة بشكل حقيقي، هذا اللي بيحافظ على هيبة الدولة، واحد يحافظ على الحدود، يحافظ على سيطرته على الأراضي والمناطق كاملة، يحافظ على الخطاب تبعه ما يكون مرتهن أو منبطح إلى درجة على سبيل المثال وعلى فكرة حسب ما وصلني، وأنا بتمنى من الأصدقاء يعني إذا كان حدا بيعرف روسيا أو موجود في بيقولوا بالمدن الروسية نفسها ما في الحملات، ما فيها المظاهر اللي عم نشوفها اليوم بالشام. فإذا يعني سودوا وشنا بكل المجالات، أيضا على الاقتصاد السوري والوضع المعيشي فيما يتعلق بالأسعار، الحكومة عاجزة تماما إذا كانت الإرادة متوفرة عن ضبط الأسعار أو حتى التدخل لفرملة هذا التصاعد في الأسعار اليومي الذي وضع مثل ما شفنا بتقرير الأمم المتحدة أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر. هذا كل شيء بدنا نحكي فيه اليوم. فيكن تشوفوا مثل عادة أخبار إضافية على موقع سيريا نيوز وعلى شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة فيه، رح أحط لكم روابط بصندوق الوصف. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.